أعلنت شركات دولية اليوم الأربعاء عن كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة النورس الكبرى على ساحل البحر المتوسط. وتملك شركة إيني الإيطالية 75% من حصة المقاول في امتياز المنطقة، بينما تملك بريتش بتروليوم البريطانية 25%. ويشير التقييم الأولي إلى أن احتياطي الغاز بالبئر قد يزيد عن 4 تريليون قدم مكعب، وذلك في ثاني اكتشاف هام لمصر تقوم به الشركة الإيطالية بعد اكتشاف حقل ظهر عام 2015، والذي يحوي احتياطات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم. وهو ما أسفر عن إعلان الحكومة المصرية عام 2018 الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز. وينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف دكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي. أهلا بك معايا دكتور إبراهيم، ولو ممكن في البداية تشرح للسادة المشاهدين أهمية هذا الاكتشاف وهل هيكون له أثر سريع على الاقتصاد؟ أولا مساء الخير على مساء النور. حضرتك والسادة المشاهدين. وهو طبعا اكتشاف جديد في إضافة، مفيش شك يعني، إنما يعني خلينا بس نحط الامور في حجمها الطبيعي. تاني لما اكتشف الدور 30 تريليون هذا مكعب، 30 تريليون ده اللي هو 4، فهو يعني مش اكتشاف كبير قوي ولا حاجه، لكن حاجه جميله ان لما يبقى عندي 4 و5 و4 برضه بيجمعوا في النهايه حاجات، يعني دي نمره واحد. نمره اثنين، الاكتشاف ده هو امتداد لحقل ابو ماضي اللي هو في الدلتا. حقل ابو ماضي ده تم اكتشافه في 68 وشغال لغايه دلوقتي، وهو في الدلتا. الامتداد بتاعه في البحر هو الاكتشاف الجديد ده في الشرق الاوسط او في المايه البحر يعني مش العميق، وبالتالي فهو امتداد لحقل غاز موجود ملوش علاقة بالشرق المتوسط وملوش علاقة بالدلتا كون أو الدلتا العميقة اللي في البحر وملوش علاقة بالغرب طبعا. فإحنا لكن شيء جميل إن يبقى في عندنا اكتشاف بهذا الشكل. 4 لو يعني تم البحث والتنقيب على مجموعة من هذه الاكتشافات هتكون شكلها. لكن دكتور إبراهيم، هل تراجع أسعار الغاز عالميا ممكن يؤثر على خطة الاستثمار في القطاع ده؟ لا، ما هو في النهاية السعر بيتناسب، أو يعني المعدات اللي بتستخدم في التنمية والإنتاج بتتناسب مع السعر. يعني لو السعر بتاع الغاز 25 دولار هتبقى الادوات اللي انا بجيبها غاليه، لما يبقى سعر الغاز حاليا 2 و3 دولار بيبقى المعدات اللي انا بجيبها رخيصه عن كده. لكن في حاجه مهمه، في حد ادنى للتنميه. يعني لو عندي وفي موجود فعلا اكتشافات كثيره في البحر المتوسط، نص تريليون وربع تريليون وحاجه زي كده، كل دي ما تنفعش التنميه فيها لان هي هتبقى تنمية غالية وكمية الغاز اللي موجودة ما تغطيش. لكن لما يبقى عندي 3 أو 4 أو 5 هقدر أشتغل وأعمل تنمية لأن هيغطي لي التكلفة اللي أنا صرفتها. النقطة الأخيرة اللي سيادتك بتسألي عليها، مردود هذا الكلام على الاقتصاد المصري إيه؟ 4 تريليون قدم مكعب يعني ممكن أنتج في اليوم 1200 مليون قدم مكعب، وده إضافة لا بأس بها، يعني لأن إحنا النهاردة إنتاجنا 6500 مليون، فلما نحط عليهم 1200 هيبقى طبعا كمية كويسة لا بأس بها. طب دكتور إبراهيم، يعني المواطن بيسأل، المواطن بيقول ليه رغم الاكتشافات دي كلها، رغم إعلاننا للاكتفاء الذاتي بالفعل، فواتير الغاز في البيت بتزيد؟ هو طبعا ما فيش شك ان الانتاج كتير ده موجود، لكن له تكلفه، والتكلفه ده هي ممكن لو انا بعت للمواطن
بسعر التكلفة هتبقى بالنسبة له هو هيحس إن هي غالية. لكن هو السؤال مش كده، السؤال أنا ببيع لقطاع الصناعة اللي هم أثرياء مصر، الحديد والأسمنت والسيراميك والذي منه، ببيع بكام وببيع للمواطن بكام؟ هو ده السؤال اللي يتقال، لأن أنا ببيع للمواطن بضعف اللي أنا ببيعه للحديد والسيراميك والأسمنت والمنتجات دي يعني. وفي نفس الوقت الناس دي بتاخد الطاقة رخيصة وما بيساعدنيش يعني، ما بيدينيش حديد مدعم أو أسمنت مدعم أو سيراميك مدعم بنسبة الدعم اللي هو خده يعني. لكن الكلام ده يعني مش وقته دلوقتي، لكن احنا ده هم نقول نفسهم ان هذا بيشتكوا يا دكتور ابراهيم، يعني اصحاب مصانع كتيره وبيشتكوا ان اسعار الطاقه عاليه عليهم جدا، وبيقولوا يعني مع الاكتشافات دي نتمنى ان اسعار الطاقه تقل شويه عشان تدعم الصناعه المحليه. هو اصلا نفسه ياخد كل حاجه ببلاش ويذبحني لما يجي يبيعني يعني. هو النهارده طن الاسمنت بيكلفه كام وبيبيعه بكام؟ طن الاسمنت بيكلف اقل من 200 جنيه، هو بيبيعه لي حوالي 1000 جنيه. فطبعا انا لما اجي اقول له ادفع ثمن الطاقه هيقول لي لا، او اصله فصله مش عارف ايه. انا عاوز اقول لك مثال تاني بعيد خالص عن الاسمنت والحديد. كان في مصنع يوريا في ابو قير، وكان بياخد الغاز ب 75 سنت، والغاز اللي كان بياخده الكميه اللي تعمل له طن يوريا كان بياخدها ب 27.5 دولار. كميه الغاز اللي تعمل له طن يوريا بياخدها ب 27.5 دولار، وبيصدر طن اليوريا ب 600 دولار. طب يا عم الحاج ما تديني حقي واكسب، انت مش لازم يعني تكسب 7000% يعني، ما يعني بالهداوه شويه علينا. فقال لي في العقد شريحه متعاقدين واحنا تعاقدنا لك. فهو المساله محتاجه مراجعه شديده عشان نشوف الناس دي بتاخد ايه وبتديني ايه، ونعدل ويعني هو 25 يناير كانت الناس بتطالب بالعدالة الاجتماعية، لو عايش حرية عدالة اجتماعية. العدالة الاجتماعية لم تتحقق. نتمنى أن هي تتحقق قريبا. من أشكرك يا دكتور إبراهيم، شكرا لك دكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي، كنت معنا من القاهرة، شرفتنا يا دكتور.